التحية واحد. السلام عليكم إخواني السائقين المهنيين، تحية كبيرة لكم وطريق السلامة للجميع. بالنسبة لنا حنا كشيافر شحال مرة كتجينا ديك الفرصة كيكون عندنا أصدقاء كنترافقوا معاهم في الطريق وداكشي. أنا في الحياة ديالي كحكيمة ما كنترافقش مع أي كان، عندي واحد جوج الناس قريبان ولا ثلاثة اللي ترافقت معاهم، هاد جوج الناس ولا ثلاثة إلا ما كانوش كيبردوا الغديد ما نترافقش معاهم. ملي كنقولوا كيبردوا الغديد يعني ما كتكون غادي في الطريق كيكون معاك على القرص، ماشي أنت وصلتي للقنت وهو باقي في جهة أخرى. هذه من ناحيه. مؤخرا كنت مجبوره نترافق مع جوج مرات، كنترافق مع جوج صولوات كنتابعو. تخيلوا معايا الصولو راجل كبير تحيه لي من هذا المنبر جاي تابعني لاصق عليا، كتعرفوا شنو هي لاصق عليا؟ هذيك مسافه الامان ما مخلياهاش. يعني انا ما كذبش عليكم صراحه بارد لي الغديد، علاش؟ لحقاش يعني غادا ما غاديش نبقى نقلب عليه فين هو، كنشوف في المرايه كيبان لي راه مورايا. حتى الديفياسيون الاشغال وداكشي كنلقى على القرص معايا تقريبا، يعني نقدر نقول لك داير نفس السوقان ديالي اللي كيبرد الغداي. ارا ليا جات موراها عاوتاني ترافقت مع صولو اخر صاحبو نيت، هو اللي جابو نيت حتى هو تبارك الله ما شاء الله. ترافقنا مشينا وصلنا ديك الساعات الهدف، طرنا مجموعين وكملنا الطريق ديالنا. المهم ضربنا ديك 152 كيلومتر مع بعضياتنا، مزيانه عجبني الحال. ولكن في هاد اليومين هادو واحد الشيفور ديال الفريقو معايا نيت عطاوني نترافق انا وياه، ركب فيا السكار بقيت نتسنى فيه، وصلت للبياج عاوتاني بقيت كنتسنى فيه، وصلت انايا وصلت لبرشيد كنصوني السيد كنقلب على نمرتو بعدا لقيتها عيطت لهم عطاوني نمرتو كنصوني له انا في برشيد هو باقي في المحمديه. عاد تعصبت اليوم عاوتاني نفس المشكل، اليوم عاوتاني هو جاي يتابعني قلنا زعما باش نمشيو لوزين ما عرفوش غندي باش يعرف لوزين. انا غاده بشويه صراحه بشويه باينه، ولكن ماشي هو بالعكس شيفور باش تقولوا لي السيد راه باقي لا مبتدئ ولا راه انا اللي مبتدئ، هو قدم مني في الحرفه بزاف وشيفور قديم تبارك الله وحرايفي وهذا. غير هو السوقان ديالو كيف كنقولوا متبت تبارك الله عليه تا ما شاء الله عليه، يعني انا وياه ما تفهموش، يعني راه كتوقع كيكون شي انسان ما تفهمش انت وياه. ماشي مشكل، ديك المره في برشيد نعيط له انا في الطريق نعيط له بالتليفون وصلت تبارك الله ما شاء الله، يعني راه عنده العقل وخا هكاك وخا هو ماشي من هذه المنطقه. ودابا نيت قلت له البلاصه الفلانيه كتعرفها، قال لي هذه البلاصه اللي قلت له كتعرفها، قال لي راه غيزيد غا شويه يدور على اليمين غيلقاني واقفه كنتسناه تنوريه لوزين. يعني حنا مع بعضياتنا كل واحد والعقل ديالو كيفاش داير، خصوصا كيكون عندك شي شارج من واحد البلاصه اللي اوبليجي خصك تكون في واحد الوقت محدد. يعني كتشوفوا باقا الظلمه وهذا، يعني كاينين عراقيل كاينه ما عندكش فين تبلاصي في ديك البلاصه اللي فيها الشارج، يعني كاين صعوبات كثيره خصك تتجاوزهم. المهم هذا تا هو موضوع بالنسبه لي انا مهم، يعني ملي كترافق مع شي واحد تكون معاه على القرص. الكاميو عنده جدد من ديالي بزاف بزاف، عنده النوفو عنده اخر ما كاين في الكاميونات اللي عنده. حتى شي فوريت اقدم مني يعني حرايفي وقديم. السرعه عندهم كثار مني، مثلا عندي السرعه محدوده. تحيه لكم صباحكم بروك رمضان كريم للجميع.